السلام عليكم، ومازال الحديث مستمر عن التربية المنزلية، واحنا في زيارة لأخويا محمد. يعني العدد اللي قدامنا دوت حوالي 200، وكانت الفراخ بتنهج نتيجة إن هو كان مشغل الدفاية اللي قدام حضراتكم دهيت، وكان في عدد حوالي 5 لمض، اللمض اللي هي الكبيرة، اللمض اللي هي 500 دهيت، وكانت الفراخ بتنهج بسبب إن الحرارة مرتفعة جدا جدا. زي ما انتم شايفين اهيت الفرخة اللي قدامنا دهيت بتنهج لأن الدفاية كانت عالية، ومع اللمض كانت عاملة حرارة عالية جدا، فده إجهاد على الفرخ اللي عندنا. فطفينا الدفاية زي ما انتم شايفين اهيت، وبنعتمد دلوقتي على اللمض لأن اللمض لمض كبيرة، لمض 500 واط. فبالتالي بدأت الفراخ يعني صدرها يهدى شوية. ومن الامور اللي احنا يعني هنعملها هنا في مكان التربيه او في الزياره دهيت، ان احنا هنبدا نوسع شويه. لازم شايفين يعني الكتاكيت مزحومه، ويعني المكان بدا يكون ضيق عليها، فلذا ننصح بتوسيع المكان. ويعني بدا هو يخلط العلف البادي مع العلف الخشن زي ما هو متبع علشان الفراخ تاكل معذرة تاكل العلف دون مشاكل، او ما تخسش او يحصل لها اي تغير او ضرب في يعني انتقال او الانتقال من العلف البادي للعلف النامي. فبنخلط تدريجي العلف، وكمان هو اتعامل فكرتين حلوين خالص. هو جايب صينية من بتاعة الأكل، فكرة جميلة والله جدا يعني، وجايب زي جيركن أو يعني برطمان من بتاع المخلل، وعامل له فتحات من تحت اهيت، وبيملى من فوق. طبعا الفكرة دي فكرة جميلة جدا وفكرة استغلالية. اهو زي ما انتم شايفين اهيت، اعمل سكوب اهيت، وحاطط ايه صينية ولا حاجة اهيت، وعاملها كمان بإزاز المية. فكرة جميلة جدا جدا. ف يعني ما شاء الله يعني الفراخ كويسة ومفيش فيها أي شيء، غير إن إحنا نوسع ونحاول نقلل التدفئة. طبعا الفراخ في الأسبوع الثالث، وكنا بنشوف درجة الحرارة بتاعة الترمومتر زي ما انتم شايفين اهيت. كانت حوالي 32.5، بدأت تنزل دلوقتي ل 29. فطبعا لازم نراعي الحاجات دهيت. لما الفرخ ينهج لابد نشوف الحرارة، ونشوف التهوية بتاعت المكان، ونشوف ايه اللي بيخلي الفرخ ده ينهج. فلابد ان احنا نقعد دايما ونركز في وضع الكتاكيت بتاعتنا عشان الدورة تستمر وتنجح. وكمان اهوت ما شاء الله نراعي مسألة التهوية. فتح اهوت حوالي يعني تلت الشباك القبلي علشان يسحب الهواء اللي هو الهواء الوحش، او عشان برضو نغير النفس بتاع مكان التربية. وفاتح زي ما انتم شايفين من بعيد اهوت هناك اهوت الشباك اللي هو البحري، ده باب لانه ما فيش شباك في الحجرة دهيت. حاطط او فاتح نسبة بسيطة جدا من البحري عشان البحري دوت يدخل، والابل ده هوت يطلع الهواء الوحش او الغازات اللي هي ناتجة من النشارة او اي غبار او اي عفر. ان شاء الله متواصلين في الحديث على اي معلومة تفيد حضراتكم، وشكرا لحضراتكم.